سيطرتها على موضوع السلع وبالذات الحاجات الغذائية يعني الخاصة بالمواطنين، الناس الفقراء اللي مش قادرة النهاردة الدولة بتعيش حالة اقتصادية سيئة وعملية المغالاة كل النهاردة، كل تجار الجملة وتجار الجزارين وده النهاردة بيحطوا أسعار اللي هم على كده، فلازم الدولة أو وزارة التموين تفرض سيطرتها على الموضوع. انا بصراحه شايفها كويسه، بس مش عارف كل الناس هتعمل كده ولا لا، بس المفروض احنا يعني نشجع الناس على كده انها تقاطع عن اللحمه وكده، سيبنا من اسعارها ينزل يعمل كده. هي عمرها ما هتاثر على الجزارين، لان الجزارين شغالين باللحمه العاديه واللحمه المستورده، دي حاجه. تاني حاجه انت بتقول ان هي الحمله كويسه ولا لا، الحمله كويسه و10 على 10، بس هي مشكلتها ان هي مصر هنا مدمنين لحمه، يعني لو ما كلوش لحمه في يوم من الايام ممكن يجرى لهم حاجه. بالنسبه لحمله المقاطعه، والله انا مع اي حمله تجيب نتيجه، بس قبل المقاطعه، قبل الناس كده مقاطعه اللحوم لاسعارها وارتفاع اسعارها، قبل ما تقول لي حمله مقاطعه كل دوله هتعمل ايه، لازم الدوله تتدخل وخبثتك في الموضوع ده، وانا عشان خاطر الناس تعبانة يعني. ياريت الشعب كله يقف وقفة يعني حتى تهدي الدنيا شوية، لكن الجشع اللي احنا شكله اللحمة وصل 120 جنيه، الناس هتجيب منين؟ ياريت يبقى في تكاتف من الشعب كله لمقاطعة اللحوم ولو لمدة شهر. أي حاجة مبالغ في أسعارها المفروض الناس، مش اللحمة بس يعني، دي أسعار الموبايلات، أسعار خدمة الإنترنت، الخضار، الفاكهة، اللحمة، أي حاجة فيها مبالغة في هوامش الربح لازم الناس يتقاطعها، يعني لحد ما تخلي الناس تبقى يعني اللي مقدم الخدمة يقدم خدمة معقولة.